الله الرحمن الرحيم. السؤال ديالكم هو السبب تاع الجمود الرياضي. فعلا انتم هذا سميتوه جمود رياضي، انا كنسميه ركود. والركود ممكن اكثر من الجمود. علاش؟ لان حنايا سبب واحد هو اللي جعل الرياضه والناس بعد على الرياضه بصفه عامه، سواء الرياضات الفرديه فيها التيكواندو والكاراتيه وما الى ذلك، فو كونتاكت الى اخره، والرياضات الجماعيه اللي عندنا وحده هي كره القدم. وحنا العنايه ديالنا والاخر هي كره القدم. كره القدم سبب الجمود الرياضي والركود الرياضي ديالها هو ان الناس متطفلون، جاوا يتطفلون على الرياضه، لا 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 خبره لهم ولا لا 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 معرفه لهم في الميدان الرياضي وخصوصا كره القدم، ويتطفلون على الرياضه. ولهيك على مساله اخرى هي ان اكبر حاجه اللي انا كنشوفها سببها عرفت المدينه نتاع زي ركود رياضي هي مزج الرياضه بالسياسه. هي الرياضه السياسه خصها تبعد على الميدان الرياضي. هذه المدينه الصغيره نتاع زيو كثروا فيها الناس اللي كيدعيوا السياسه، وكثروا فيها الناس اللي كيدعيوا الرياضه، ومزجوا ما بين السياسه والرياضه، وما عمر الماء والضوء غادي يتلاقاو، عمر الماء والكهرباء ما يتلاقاو، دائما غادي تبقى شي سيركوي، ملي كيبقى شي سيركوي كتبقى الظلمه. اذا هاد الظلمه اللي راه فيها الرياضه تاع زيو هي سبب ان الناس مزجوا ما بين الميدان السياسي والميدان الرياضي. وانا اناشد الجميع بان الناس اللي راهم كيديروا السياسه في زيو دابا، الناس اللي كيطفلوا على السياسه خصهم يبعدوا، حتى السياسه راه عندها مواليها، ماشي السياسه رواح وقول راني سياسي. والحقد خصهم يحيدوا الحقد، الا عندهم شي واحد كيسميتو كيمارس الرياضه خصهم يبعدوا على اساس يخليو داك السيد يمارس الرياضه. ومن خلال هذا الشيء لا تضافرت الجهود، والناس مالين السياسه مشاو للسياسه، هما للرياضه مشاو للرياضه. لي اليقين اجزم بهذا القول بان الرياضه ستنتعش بميدان زيو، وستعرف ازدهارا، وسطروا على كلمه ازدهار بخطين. علاش؟ لان حنا ولاد زيو حنا خوت. الواحد من 2005 من دار الدوري هنا في مدينه زيو تاع دوري رمضان، اخر دوري اللي كان فاز به شباب الحي الجديد، اخر دوري حتى 2013 ثماني سنوات تقريبا من دار الدوري هنايا. لما رجعوا الناس كيديروا كسميتو وجاوا قال كسميتو بدات الاقاويل راه داروا راه فعلوا راه حنا مع الناس السياسه. انا عبد ربي الضعيف ملي قلعوا لي الرضاعه ملي كنت صغير، وانا في الميدان الرياضي وسابقى في الميدان الرياضي بوجه صافي وبوجه ما فيه كسميتو والكرش ما فيها بوعجينه. انا رياضي الى اقصى درجه، ولا احب اي واحد يتطفل على الرياضه. الناس خصهم يبعدوا صاحبي ويخليوا الناس تاع الرياضه يدخلوا يخدموا الرياضه. صافي كفانا من التدهور الرياضي وكفانا من هذه المساله هذه. السي حميد ما كتشوفش بان مثلا ان نقص الملاعب القرب هي الاساس مثلا وراء الرياضه الجماعيه؟ راني جيد حتى حنايا في زيو مع كامل الاحترامات، اي مكان مكان ما واي ارض ما في المدينه نتاع زيو، الا ولو كتجبر الناس كيرميو عليها الايادي ديالهم وكيديروها على شكل تجزئات ويبيعوها ويستافدوا هما منهم الاول، ثم يعطيوها للناس ويبيعوها لهم، ناسيين بان الشباب ديالنا في مدينه زيو والاطفال ديالنا ما عندهمش حتى شي بلاصه فين يقضيو الوقت ديالهم. الاب خصو الا بغى يرفع على ولده خصو يرفدو ويمشي به لابعد مدينه مثلا باش او الى الخلاء باش يرفع على ولده كذا. حنا نناشد المسؤولين تاع المدينه تاع زيو وباش يوضعوا حد لهذه المساله هذه. الاراضي قبل ما تعطى تجزئات قبل ما تسميتو خصهم يفكروا بانهم يخلقوا فضاءات، فضاءات للنساء، فضاءات للرجال، فضاءات للاطفال. حنا كفانا من الاخر، بني 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 بني، والمدينه لا تستفيد شيئا من الشباب ديالها. الشباب راه ضائع الى اقصى درجه، ونتمنى باش نكون قلت كلام نابع من القلب، وانا صائم
نتمنى انني نكون والله هو اللي شاهد على الكلام اللي كنقول. كنقول ها الناس هذو يتعاونوا، الا كنت انت في المعارضه والله هذا كان في الحكم او كسميتو، تعاونوا جلسوا على طابله وخدموا خدموا الصالح نتاع المدينه نتاع زايد. اما غير التهراس غير التهدام غير كسميتو هذا لا يفيد شيئا للمدينه ولا لسكانها ولا لشبابها ولا لكوهلها ولا لشيوخها. انا اناشد باش الناس كل شيء يديروا يد في يد ويخليهم، ما للرياضه للرياضه، ما للرياضه للرياضه، وما للسياسه للسياسه، وما للثقافه للثقافه. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا وقبل كل شيء رمضان مبارك سعيد للمسلمين جميعا، ثم نتمنى من موقع ناظور سيتي ونشكر بعد في اول على هذه على هذه البادره، ثم نتمنى باش يفتح واحد النافذه على الرياضه ديال زايو اسبوعيا او شهريا. نتمنى هذا الشيء من الموقع. فيما يخص الجمود، يعني الجمود له سلبيات كثيره، ما نشاهده الان على الشباب ديال المدينه يعني شيء لا يبشر بالخير، انما الشباب بدا يتعاطى شي حوايج اللي هي ماشي في الصالح ديالنا وماشي في صالح المجتمع. ثاني حاجه اللي كنطلبوا من المسؤولين، والمشكل اللي همش كذلك هذا يعني بسبب الجمود ديال هذه الكره، هو العمران والبناء اللي تلف جميع تلف جميع ملاعب القرب ديال الاحياء. كنشاهدوا احياء بدون ملاعب، هذا هو السبب الرئيسي. ثم يعني نطلبوا المسؤولين كذلك ينظروا يعني لهذا الشباب ويبنيوا ويجهزوا يعني ملاعب ديال القرب في الاحياء، الاحياء الهامشيه في معمل الصقور او سيدي عثمان او في مرشال، يعني يبنيوا او في البام او يعني في عدويات، يعني هذا كيساهم في المدينه حتى المدينه كتطور، لان الشباب كيبدا يخدم منتج ماشي كيبقى يستهلك. اما الا كان هذا الجمود يعني الشباب راك يعني كيبقى واقف، وتيعود هذا سلبيا على المدينه وعلى المجتمع. كذلك ثاني حاجه كذلك الا مشينا حنايا ك يعني انا ك كنتمي للمجال الكروي، يعني حنايا كنا في واحد الجو رياضي، في واحد النهضه رياضيه عرفت المدينه ديال زايو، ومر واحد الفريق واحد التجربه ولعبنا بواحد المستوى عالي يعني في برومان ديفيزيو، هوات تتلعب مع لعابه ديال برومان ديفيزيو، تيحكموك حكام ديال برومان ديفيزيو، يعني يعرف واحد المستوى. ولكن السبب الرئيسي ديال داك ديال المشكل وهو لوزين، فاش حيدنا الكار وحيدنا ديك 12 مليون 13 مليون اللي كنا نستافدوا بها، تما الفريق نهار. وهنا تنوجهوا نداء ديالنا كذلك الرياضيين ديال زايو اللي عندهم غيره، حنا كنقولوا لهم من هذا الموقع رجعوا للكره، رجعوا للميدان، يا سواء الكره يا سواء في اي حاجه باش تخدموا هاد الشباب، لان هاد الشباب الا ما خدمتوش نتوما يعني غادي يمشي غادي يمشي لواحد الطريق اللي يعني الحمد لله باش ينجي هاد الشباب هاد المدينه. ثم ثاني حاجه بدينا تنشوفوا شي حوايج في هذا خصوصا في الملعب، والملعب اللي كان هو كذلك نشهدوا عليه انه رب اجيال ذاك الملعب هذا كان مدرسه، اما الان فهو يعني واش نقول لهم، يعني بداو الشباب كيتعاطوا شي حوايج تما. هم هذا الموقع كنقول للاباء او الاخوان يراقبوا الاخوه الاطفال اللي كيجيو الملعب خصهم يتراقبوا، ان كيتعاطوا شي حوايج يعني ماشي في الصالح ديالكم. وثم حاجه كنقول للناس اللي ما عندهمش عندي كتجمعهم شي حاجه بالرياضه في ذاك الملعب، يرحلوا ويفتحوا الباب الناس ديال الميدان ديال كره القدم باش غادي يجيو، لان ما يمكنش عندك كره ما عندك فريق يجيو انك الكفاءات. شنو هما الكفاءات؟ هما لي زونسيان جوور او الناس اللي عندهم تجربه في هذا الميدان الطويل، هما اللي يجيو يسيروا. واحد جا جديد راه ما يقدرش يسير، وهذا هو اللي صرا. ان الفريق دابا واحد الحاله ماساويه، حنا بغينا نخدموا ونعاونوا هذا الفريق. حنا بغينا فاش كتكون واحد النهضه رياضيه راه حتى الشباب كيتحرك، حتى الشباب كيولي يمشي للكره ويمارس، الى انهارت الفريق فالشباب كذلك كيمشي كيمارس حوايج اخرى. هذا هو اللي ما بغيناش. حنا كنطلبوا كذلك المسؤولين، وغنمشيو على المسؤولين، غنمشيو على المسؤولين كاملين باش يعاونوا هذه الرياضه ويعاونوا هذا الشباب ويعاونوا هذا الفريق. كذلك عيد مبارك سعيد، رمضان مبارك سعيد للجميع، والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا على ناظور سيتي على هذا الموضوع الذي طرحتم اليه. هنا موضوع في الحقيقه موضوع جد مهم، وكيهم الشباب والشيوخ والاطفال،
إن مدينة زيو كانت معروفة بالرياضة وواحد الحركة رياضية مهمة، والجمهور ديال مدينة زيو جمهور رياضي وبامتياز وتعرف حق الرياضة. بكل صراحة هذا الموضوع، هذا الركود الرياضي اللي كاين ماشي غير في مدينة زيو، نقولوا في الجهة كاملة، اللي ما عرفناش إلا شكون اللي كيتحمل المسؤولية ديال هذه المشكلة، واش الجمعيات الرياضية، واش المسؤولين على هذا القطاع، واش الجامعات، وفعلا ان الجامعات انا اللي كنعرف انا جامعه حتى هما كيساهموا في هذا الركود الرياضي، ان الجامعات بصفه عامه كان عندهم واحد الميزانيه مهمه اللي كتعطي لهم من وزاره الشباب والرياضه، ولكن بغينا نتسالوا فين كتمشي هذه الاموال. حنا تنعرفوا الشباب اللي كيمارس الرياضه كيد كل شيء من جيبه، كيمارس الرياضه من جيبه والتنقلات من جيبه وكيخلص الحكام من جيبه، لهذا علاش كاين ثقل على هذا الشباب ما يمكنش يولجوا لهذا المجال الرياضي، وهما كل شيء كيتستهلكوه من جيوبهم. اذا هذا خص مشكل، خص نقاش، نقاش جدي عبر الحكومه باش يناقشوا هاد الجامعات فين كتمشي لهاد الميزانيات، ان فعلا هاد الركود الرياضي كيساهم فيه الجميع. ولهذا اللي حنا كنسالوا الجهه المسؤوله باش غادي تمشي في التوجه ديال صاحب الجلاله، اللي كان صاحب الجلاله عنده اللي كانت عنده واحد الرؤيه للنهوض، النهوض بالقطاع الرياضي الاحترافيه، واللي كنشوفوا نرجعوا للمستوى المحلي، المستوى المحلي كانت واحد كاين واحد التراجع، ان كما كنعرفوا الرياضه ديال الثمانينات ولا ديال التسعينات ماشي هي ديال الالفينات، اللي هنا اللي كاين اسباب اللي كتدخل فيها واحد العدد ديال العوامل، كاين العولمه والدخول الجديد ديال الانترنيت، ان دابا الشاب ما بقاش عنده الوقت، ان جل الاوقات ديالو كيخليها قدام الحاسوب. لهذا كنصح الشباب باش يهتموا بنفسهم، ان الرياضه راه مهمه لا للصحه ولا للعقل، ولا ان واحد الرياضه هي راه جزء من حياه الانسان، خص ما يفرش فيها، ولو كيخصو لابد يخصص واحد الساعه من وقت ديالو باش يمارس الرياضه، وهذا الشيء صحي وشكرا لك. بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه نطلب من الله سبحانه وتعالى انه في هذا الشهر المبارك الكريم شهر رمضان ان يحقن دماء المسلمين في سوريا وفي مصر وفي كل الدول العربية والإسلامية. شهر رمضان كريم مبارك لطاقم ناظور سيتي، ونتكلم على هذا الجمود الرياضي اللي في الحقيقة اللي الخطورة ديالو الآن، يعني ما بقاش السكينة ديال مدينة زيو عندها متنفس، يعني فين تمارس الهواية ديالها ولا الرياضة ولا الجري ولا بقى. بطبيعة الحال وهذا السبب يعني راجع للمد العمراني، يعني ما بقاش شي بلاصة إلا وصمصرة العقار استغلوها، وبطبيعة الحال جزء زيو، والآن إلى المسؤولين ديال المدينة ما تداركوش الموقف، وكنتسائلوا على ملاعب القرب، كنتسائلوا على ملاعب القرب، وكنأكد عليها ملاعب القرب اللي الدولة بأنها غادي تكون في كل حي مدينة زيو، لان ما كنشوفوش هذا الشيء. هذا واللي كيتبع الشان الرياضي في مدينه زيو كيشوف بان مدوريات تقام يعني في مسافات بعيده وبعيده جدا حتى على المدار الحضاري لمدينه زيو، وبالتالي ننبه ونحمل المسؤوليه للمسؤولين على القطاع في مدينه زيو، وعلى المسؤولين على سيادة الشان المحلي، وكنقول لهم ملاعب القرب لا غنى عنها، ونطالب بها، وكنوصلوا من خلال الموقع ديال ناظور سيتي كنوصلوا الصوت ديالنا لهاد المسؤولين، كنقولوا لهم بانه ملاعب القرب ضروري في الفتره هذه، واحيي موقع ناظور سيتي على هذه التغطيه هذه. السلام عليكم ورحمه الله. مصطفى، بصفتك كارديان تاع الملعب الشرفي بمدينه زيو، كيفاش كتشوف الاقبال ديالك مثلا تاع الشباب مثلا؟ واش كاين شي اقبال واش ما كاينش اقبال؟ كاين واحد النوع ديال الاقبال يعني ضعيف جدا، يعني ما كاينش واحد الاقبال كبير، خصوصا يعني الفرق ديال الهوات ولا يعني كتمارس بعض المقابلات حتى تسعر 4-5 عاد كتبان بعض الفروق، نقول لك بعض الفراقي ولا خمسه اللي كاينين كاع بالنسبه للهوات اللي كيمارسوا يعني طيله السنه. يعني كاين واحد الجمود في الحقيقه ديال فرق الهوات، كاين واحد الجمود يعني كبير كاع. اما بالنسبه للفريق يعني المحلي ديال نهضه
جمعيات ضد التزايد، كيتضح بان يعني كيلقاو يعني مجموعه من المشاكل في اللاعبين في التسيير، يعني ما كاينش الناس اللي غير مؤهلين، الناس اللي كيمارسوا هذا الجانب الرياضي غير مؤهلين، ما كيمارسوش الجانب الرياضي، كيمارسوا الجانب السياسي في الحقيقه. وكان كتصطدم يعني كتختلط الكره بالسياسه، وبالتالي ما كيبقاش واحد المردود، كيبقى واحد المردود ضعيف ديال الفريق، ما يقدرش يطلع، ما يقدرش يتاهل، ما يقدرش، يعني المشكل اللي كاين. كاين مجلس البلدي كيساهم معاهم بالماء بالكهرباء يعني بالحارس، يعني كيوفر لهم جميع الشروط، جميع المؤهلات يعني باش يمارسوا البطوله يعني بانتظام وصافي. هذا كاين خص الانسان يحيد دوك الحساسات. كنقول لك يعني الكره من نهضروا على الجانب ديال الرياضه، خصنا ما ندخلوش فيه الجانب السياسي اللي بغى ينجح في هذه المدينه. شكرا.